السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الشعري المندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة السادسة، مجال الألعاب والرياضة، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا نبدأ على بركة الله ولاحظوا الصورة. إذا نشط استعدوا للقراءة داخل الفصل. أتحاور مع زملائي وزميلاتي حول دور الرياضة في شهرة الدول. نشاط داخل القسم. ولاحظوا أتوقع، ولاحظوا الصورة وأقرأ البيت الرابع من القصيدة ثم أتوقع مضمون القصيدة. إذا لاحظوا معي الصورة، مجموعة من الأشخاص يمارسون رياضات متنوعة. هنا هذه المجموعة يمارسون رياضة الجري، هنا كرة المضرب، رمي الرمح، كرة القدم. إذا مجموعة من الأشخاص يمارسون رياضات مختلفة. بالنسبة للبيت البيت الشعري الرابع، فحيي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين. إذا من خلال ملاحظة الصورة وقراءة البيت الرابع من هذه القصيدة، أتوقع أن النص يحدثنا عن فوائد الرياضة للشباب، فوائد الرياضة للشباب. نقرأ النص. الرياضة أعز الأسد، أمنعها عرينا، وأشجعها إذا لاقت قرينا، وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين. سبيلك في الحياة سبيل جد، فلا تتبع سبيل الهازلين. فحيي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، تزودهم بأجسام جداد وتغرس فيهم الخلق المتين، وتبعث فيهم روحا شريفا فيلقون المتاعب باسلين. فإن نزلت بأرضهم الرزايا سعوا في دفعها متكاتفين. وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمين. فكن فينا رياضيا قويا، وكن في الأرض إنسانا معينا. هنالك نبلغ العلياء زهوا، ونرفع رأسنا في الرافعين. أفهم النص. استخرجوا من النص مرادف المفردتين الآتيتين: متين، متكاتف. إذا متين بمعنى قوي، إذا متين بمعنى قويا، متكاتفا معينا. إذا متكاتفا معينا، إذا متين قويا، متكاتفا معينا. أبحث في النص عن أضداد، أبحث في النص عن ضد المفردتين الآتيتين: ضاقت الجد، إذا ضاقت، أوسعها الجد الهازلين، إذا أيضا موجودة في النص. إذا ضاقت، أوسعها صدورا الجد الهازلين، ضد الجد الهازلين. أبحث في القاموس عن معنى المفردتين الهازل والرزايا. إذا الهازل الغير الجاد، الرزايا المصائب. إذا الهازل الغير الجاد، الرزايا المصائب. أفهم وأحلل. أستخرج من النص صفات الرياضي القوي. إذا صفات الرياضي القوي: جسم شديد، خلق متين، روحا شريفة، القدرة على مواجهة المتاعب، إنسان معين. إذا صفات الرياضي القوي: جسم شديد، خلق متين، روح شريفة، القدرة على مواجهة المتاعب، وإنسان معين. إذا أعيد قراءة النص لأستخرج
منه ما يعبر عن رغبة الشاعر في الفوز والتألق. إذا ما يعبر عن رغبة الشاعر في الفوز والتألق، ذكره في البيت الأخير، بلوغ أعلى المراتب والافتخار ورفع رأسه عاليا بين الأمم. إذا ورد في البيت الأخير قول الشاعر: هناك نبلغ العلياء زهوا ونرفع رأسنا في الرافعين. إذا ما يعبر عن رغبة الشاعر في الفوز والتألق، ذكره في البيت الأخير، بلوغ أعلى المراتب والافتخار ورفع رأسي عاليا بين الأمم. السؤال الثالث: أبين وجه الشبه بين أسود الغابة وأسود فريق لعبة الرياضية جماعية. إذا وجه الشبه بين أسود الغابة وأسود فريق لعبة رياضية جماعية هو التعاون، حيث يتعاون أسود الغابة على الإمساك بالفرائس، ويتعاون أسود لعبة الرياضية باللعب الجميل ومساعدتهم لبعضهم من أجل تحقيق الانتصار. إذا هذا هو وجه الشبه بين أسود الغابة وأسود فريق لعبة الرياضية. السؤال الرابع: أذكر مضمون الدعوة التي يوجهها الشاعر لكل رياضي ورياضية. إذا الدعوة، مضمون الدعوة التي يوجهها الشاعر لكل رياضي ورياضية، هي التحلي بالجد والشجاعة والروح الرياضية والتعاون. إذا مضمون الدعوة التي يوجهها الشاعر لكل رياضية ورياضي ورياضية هي التحلي بالجد والشجاعة والروح الرياضية والتعاون. أتذوق وأقوم، ألخص فوائد الرياضة التي ذكرها الشاعر. نعم، إذن تزود الرياضة الجسم بالقوة وتغرس الخلق المتين في النفوس، كما تبعث فيها الحيوية والنشاط لمواجهة المتاعب والصعاب. إذن تزود الرياضة الجسم بالقوة وتغرس الخلق المتين في النفوس، كما تبعث فيها الحيوية والنشاط لمواجهة المتاعب والصعاب. السؤال الثاني: أبين ما يقصده الشاعر في قوله تزودهم بأجسام شداد. إذا ما يقصده الشاعر هو أن الرياضة تزود الرياضيين بأجسام قوية ولياقة بدنية عالية، كما تحميهم من الأمراض. إذا ما يقصده الشاعر هو أن الرياضة تزود الرياضيين بأجسام قوية ولياقة بدنية عالية، كما تحميهم من الأمراض. السؤال الأخير: أعين البيت الشعري الذي أعجبني في القصيدة وأعلل اختياري له ثم أتغنى به. إذن البيت الذي أعجبني هو البيت الأول: أعز الأسد أمنعها عرينا وأشجعها إذا لاقت قرينا. لماذا أعجبني هذا البيت؟ إذن أعجبني البيت الأول من القصيدة، حيث يشبه فيه الكاتب الرياضيين بالأسود التي تدافع عن عرينها، وأن أقواها من يجد لها ندة. إذن أقواها من يجد لها ندة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.